وينضم إلينا الآن الأستاذ محمود الشناوي مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أستاذ محمود، يعني بعد التحية، من خلال موقعك الصحفي، يعني كيف رصدت اليوم الأول للانتخابات الرئاسية 2024 التي تجرى في جميع أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية؟ اهلا بكم بالسادة المشاهدين. الحقيقه اليوم كان عباره عن عرس مستمر في كل المحافظات، تابعنا سواء في جولات ميدانيه او عبر ما يرد الينا من تغطيات من الزملاء مندوبي الوكاله او وسائل الاعلام الاخرى، تابعنا ما يجري من حضور جماهيري كبير وموجات احتفاليه من المصريين. والحقيقه دي حاجه تميز الانتخابات المصريه وانتخابات الرئاسه بشكل خاص. نتابع الانتخابات في كل انحاء العالم، لا نجد ابدا هذا المشهد الذي يمثل عرصا للمصريين ومحاوله لاظهار الفرح بان هناك انتخابات يتحدد على اساسها من يقود سفينه الوطن خلال السنوات القادمه. الحقيقة أنا شفت، يعني أنا كنت من أوائل الناس اللي صوتوا على المستوى الشخصي التصويت، لذلك جولة في بعض الأماكن وتلات المصريين والمشاركة الكبيرة سواء سياسية متمثلة في الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، شباب جميل وشابات جميلات يقومون بمساعدة كل من يحضر إلى اللجان الانتخابية، تتم عملية التصويت بسهولة ويسر شديد، قاضي جليل على رأس كل لجنة، إجراءات قانونية وبدون أي مشكلات تطرأ، لأنه الحقيقة ما يجري هو ممارسة لحق دستوري أصيل وهو انتخاب السيد الرئيس لجمهورية مصر العربية، وما يجري هو أيضا واجب ومسؤولية أخلاقية على الجميع أن يساهموا بشكل إيجابي في عمليات الانتخاب أيا كان المرشح الذي سوف يختار. نعم طبعا أستاذ محمود، حضرتك جاوبت على سؤال أنه كان لازم أسأله، يعني على متابعتك الصحفية وما رصدته كصحفي من خلال تصويتك اليوم، لكن اللي عايزة أضيف نقطة اللي أضيفها هنا أنه وجود هذا الشباب في هذا المشهد بشكل يعني فعلا مضيف للمشهد الانتخابي، سواء في مسألة التنظيم أو مسألة المساعدة في كل مراحل الانتخابات، كيف ترصد هذا المشهد تحديدا؟ هو بالتأكيد هذا هو الشباب المصري. طبعا مصر غالبيتها الشباب، والمستقبل هو من يرسمه الشباب، ومشاركته تدل على وعيه بقيمته وبقدرته على ممارسة العمل العام بشكل كبير سواء على صعيد الانتخابات أو غيره. الحقيقة عندما تجدي المشهد مشهد مشرف، يعني الحقيقة أنا يعني كنت في غاية السعادة عندما تدخل اللجنة تجد يعني من عدة شباب يسألونك سواء شابة أو شاب، حضرتك بياخدوا رقم القومي بيشوفوا إذا كان معاك بياناتك اللي هي رقم اللجنة ورقمك في الكشف أو لا، وبتجد من يوصلك إلى باب اللجنة سواء إذا كانت في مدرسة أو في غيرها من المقر المخصصة للانتخابات. هذا شيء مشرف وجميل وبيدل على أنه هناك تلقائية وهناك وعي شديد جدا لدى الشباب المصري، ولا خوف على مستقبل مصر في ظل وجود هذا الشباب، لأنه الحقيقة القائد والرئيس الذي منح للشباب من خلال منتدى شباب العالم ومن خلال كل الفعاليات التي نفذتها الدولة المصرية وقرارها بتمكين الشباب، كل هذا هو المنتج الحقيقي لما اخططته يد الخير السياسية المصرية وما فعلته من تقديم الشباب للصفوف ومحاولة تمكينهم ومحاولة إشراكهم في رسم خارطة المستقبل لمصر، ومن ثم مصر القائدة فهي التي ترسم الخارطة للمنطقة بشكل أستاذ محمود، أيضا حرصت الدولة على توفير جميع عناصر النزاهة والحيادية في هذه الانتخابات، كيف يعني رصدت ذلك من خلال توجهك لصناديق الانتخابات أو متابعتك الصحفية للفترة السابقة على الانتخابات؟
الحقيقه طبعا اللجنه العليا للانتخابات وفرت كل ما يمكن من لوجستيات وتنظيم مبهر الحقيقه، ومشاركه مجتمعيه كبيره جدا، ومشاركه سياسيه كبيره جدا من جانب الاحزاب والقوى السياسيه، وكل هذا يتم بسلاسه. والدليل على ذلك انه لم تحدث حتى الان اي مخالفه تذكر، ولم يحدث اي انتهاك لاي قانون في على 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 اراضي الدوله المصريه، ولم يحدث ان ورد الينا من اي جهه ان هناك من يعترض على امر او يقول ان هناك خلل ما او خطا مرتكب او غير ذلك. ما وفرته الدولة المصرية بكل تنظيماتها وبكل هيئاتها المسؤولة عن هذا العرس الكبير، والمشاركة الإيجابية الرائعة من الشعب المصري بمختلف طوائفه وفئاته وانتماءاته السياسية، كان منتجها الطبيعي أن يكون هناك سلاسة واضحة جدا للعيان لسير العملية الانتخابية، وتجدين بهجة في كل الأماكن التي الحقيقة مرضت عليها، سواء في المناطق التي أدليت بها بصوتي أو في المناطق التي زرتها بشكل شخصي أو حتى من خلال متابعاتي على شاشات الفضائيات وما يرد من مندوبينا في كل محافظات مصر. الحقيقة العملية تسير كنهر جاري بدون أي خلل وبدون أي انزعاج لأي طرف من الأطراف. أستاذ محمود، أيضا من موقعك الصحفي، كيف تابعت المتابعة الإعلامية الدولية للانتخابات الرئاسية؟ الدولة المصرية كما وفرت للمصريين سلاسة في ممارسة حقهم الدستوري في انتخاب السيد الرئيس لمصر، وفرت أيضا لوسائل الإعلام سواء على المستوى المحلي، وسائل الإعلام المصرية من صحف ومجلات و فضائيات ووكالة أنباء، هي الوكالة الرسمية المصرية الأولى، وكالة أنباء الشرق الأوسط، أيضا وفرت ذلك من خلال الهيئة العامة للاستعلامات والتي يقودها زميل المحترم الدكتور ربيع رشوان، رجل يعلم قيمة الصحافة وأهمية الإعلام في نقل الصورة الذهنية الحقيقية عن العرس الانتخابي المصري. لذلك لا توجد معلومة غير متوفرة، لا يوجد صحفي معتمد لدى المراسلين، لدى جماعة المراسلين الأجانب لم يحصل على تصريح وصحية والتجول بحرية وتقديم كل التسهيلات الممكنة له، لأن الحقيقة هو الإعلام هو المرآة التي تعكس الصورة، ولذلك يجب أن تكون المرآة ناصعة ومتوفر لها كل الوسائل والآليات للقيام بدورها على أكمل وجه، ليس فقط لصالح سيولة العملية الانتخابية وسهولتها، ولكن أيضا لنقل الصورة المشرفة لهذا العرس الانتخابي الذي شاركت فيه كل مؤسسات الدولة. أستاذ محمود، طبعا حضرتك بتتابع العمليات الانتخابية في كل أنحاء العالم حين يعني يحدث انتخابات في دولة ما، وليس يعني كل الدول تجري بها الانتخابات بمثل هذا الزخم، ربما نتابعها مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية، في الدول الكبرى التي يعني يكون للانتخابات صدى إعلامي في وسائل الإعلام، أيضا مصر من ضمن هذه الدول، كيف تفسر هذا الزخم الإعلامي والزخم في الشارع المصري في هذه الانتخابات؟ أولا هي مصر، وكلمة مصر كثير سواء على المستوى الإقليمي أو المستوى الدولي، من يقود سفينة الدولة المصرية هو ربان يعني له علامة خاصة وله حضور خاص، لأن مصر هي الرقم الأهم في المعادلة الإقليمية والدولية، وقد ولا نقول ذلك إطراء أو تبديلا أو نوع من المبالغة والشعور الوطني الجارف، ولكن نقول ذلك من خلال الوقائع. انظري إلى كل القضايا الإقليمية سواء على المستوى الإفريقي أو المستوى العربي أو حتى على المستوى الدولي، وانظري كيف ينتظر الجميع الموقف المصري والقرار المصري والصوت المصري. لذلك عندما تجري عملية انتخاب لرئيس الدولة المصرية نفس الاهتمام، لأن من يقود سفينة الوطن هو من ينتظر منه هذه القرارات، وقد رأينا خلال
الايام القليله الماضيه، دعك من الثروات الماضيه، ولكن خلال الايام القليله الماضيه والاشهر القليله الماضيه كيف كان العالم اجمع ينتظر مجرد اشاره ومجرد تصريح ومجرد كلمه من قائد الدوله المصريه. لذلك انتخاب الرئيس المصري يحظى بهذا الزخم وهذا الحضور الكبير اعلاميا، لان الجميع يريد ان يعلم من الذي سيقود هذه الدوله العظيمه، ويجب ان يكون قائد عظيم مثل الدوله التي يقودها. أستاذ محمود، أيضا يتفاوت أقبال المصريين على أي انتخابات سواء رئاسية أو برلمانية من مرحلة إلى أخرى، ما يفرق هذه المرحلة وهذه الانتخابات الرئاسية 2024 عن سابقاتها؟ الحقيقة حجم الحشد اللي أنا شفته من خلال مواطنين عاديين ومن خلال نواب حاليين وسابقين ومن خلال أحزاب موجودة على الساحة، سواء منها ما هو مرخص ومنها من هو تحت التأسيس، حالة من الزخم غير مسبوقة الحقيقة في هذه الانتخابات، وتغطية إعلامية ودور. الحقيقة أنا أريد أن أشيد بالإعلام المصري بكل قنواته وبكل صحفه وبكل مجلاته وبكل وسائله، سواء المكتوبة أو المقروءة أو المسموعة أو الإلكترونية. الحقيقة الجميع يقوم بدور أكثر من رائع، لأنه العالم نحن في بؤرة اهتمام، لذلك ينظر إلينا العالم كيف نمارس حقنا الدستوري وكيف نقف خلف قيادة كان لها الفضل في أن ترفع صوت مصر وترفع راية مصر. الجميع ينتظر، لأنه القرار المصري كما قلت في السؤال السابق هو قرار ينتظره الجميع، ولذلك العالم أيضا ينتظر كيف ينظر المصريون إلى قائدهم وكيف يقدمون من يستحق أن يجلس على هذا المقعد الرفيع وينال هذا الشرف الرفيع برئاسة مصر، هذه الدولة التي تمتد جذورها آلاف السنين ومنذ فجر التاريخ. نعم، أشكرك جزيل الشكر الأستاذ محمود الشناوي، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط.